السلام عليكم، تحياتي لكم داخل مدينة شتوتغارت. كيمو ما شاء الله عليك، انت موجود هنا في الجروب وموجود في صفحة الثانية. خلاص بهديك جميع الوردات هدول، بهديك ياهم كلهم حبيب قلبي، انت تسلم لي. السلام عليكم مرة تانية من داخل مدينة شتوتغارت، من شارلوت بلاتس. بتعرفوا هذا المكان اسمه شارلوت بلاتس، طبعا في هون قصر الملك، قصر ملك بادن فودنبرغ، قصر الولاية اللي أنا فيها، الولاية اللي أنا موجود فيها حاليا اسمها بادن فودنبرغ، تقع في جنوب ألمانيا، تقع في جنوب ألمانيا، بتبعد عن برلين 9 ساعات. شتوتغارت تبعد عن برلين 9 ساعات تقريبا. طبعا الآن عندي الساعة 7:05 مساء، وهذا هون القصر الملك كمان جديد. أنا معك يا صديقي في أي مكان حبيب قلبي. من وين أنت؟ منور يا غالي، من أين أنت يا كيمو؟ تحياتي لكم يا أصدقائي حبايب قلبي. من مصر، أهلا بيك، ازيك، عامل ايه، ازاي صحتك؟ أنا تعرف حمو بيكا، حمو بيكا أغاني مصرية. بحبه أنا، بسمعه هنا في ألمانيا كمان، شجع حمو بيكا. لو بتحبوا هذيك القنية، حبيب قلبي يا كيمو. نعم انا بحب مصر جدا، انا ايضا بذهب على مصر كثير، ولدي منزل ايضا في مدينة اسكندرية على البحر في ميامي. نعم انا لدي منزل في اسكندرية، تحياتي لإلك. ايوه حمو بيكا في المانيا،
ليه وقفتوا؟ ليه وقفتوا من القناة حمو بيكا؟ على أساس بيجي هنا على مدينة شتوتغارت بيعمل حفلة. حضرت له أنا حفلة كمان في تونس. طبعا هاي الشرطة الألمانية كتير دائما بيتفتلوا في كل مكان. أتمنى لك يوم سعيد، ليلة سعيدة خي كيمو. ممكن أروح بس على الصفحة تبعي وبروح أنا على البيت خلاص. أتمنى لكم يوم سعيد، لو محتاج أي شي حكيني خاص. تحياتي للشباب جميعا اللي موجود هنا في شتوتغارت. باي باي.